الدرس التاني Configure Virtual Machine Availability. في الدرس ده احنا بنتكلم زي ما حضراتكم شايفين للنقاط اللي ظهر قدامنا على الشاشة، هيحصل معانا بلان للمينترنس والداون تايم، هيحصل سيت اب للافيلابيلتي سيت، ريفيو للابديت للفولت دومينز، هيبقى في ريفيو للافيلابيلتي زون وشرح تفصيلي للكونسبت نفسه، هيبقى في كومبير ما بين الفيرتيكال والهوريزونتال سكيلينج، هيبقى في امبلمنت للسكيل سيت وهنكرييت للسكيل سيت وهنامبلمنت للاوتو سكيل ونكونفيجر ليه، وكل ده هيبقى متوضح جوه ديمو لعمليه الفيرتشوال ماشين سكيل. زي ما حضراتكم شايفين قدامنا هنا، قبل ما نتكلم على الثلاث فروقات دول، خلينا نكون متفقين ان انت كراجل مسؤول عن الايجور كادمنستريتور او راجل بتبلان من الاول، وان انت لازم تجهز للبلاند والان بلاند فيليرز اللي ممكن تحصل. واحنا عندنا زي ما انتم شايفين على الشاشه ثلاث سيناريوهات مختلفة ممكن تاخدنا لموضوع ان الفيرشوال ماشين اللي عندك في الايجور تكون امباكت. احنا عندنا اول نوع اللي هو او الشكل الاولاني الامبلاند هاردوير مينتيننس، وبعد كده في الان اكسبكتد داون تايم والبلاند مينتيننس. زي ما حضراتكم شايفين هنا هو قدام الامبلاند هاردوير مينتيننس بيقول لك ان انت لما بيحصل فيليور او ايشو لهاردوير ما يكونش متخطط ليه، يعني يحصل فيليور في الهاردوير، فانت ده نوع من الانواع اللي بتحصل، ويكون الاكشن الطبيعي اللي بيحصل ان يكون في لايف مايجريشن، وده طبعا في حاله ان انت تكون اصلا عملت الافيلابيلتي سيت زي ما احنا متفقين. وبكده بنشوف اول فايده او اول سيناريو. السيناريو الثاني ان يكون ان اكسبكتد داون تايم، لو ان حصل لفيرتشوال ماشين كراش او ان هي توقفت او حصل لها اي حاجة بشكل اوتوماتيك، فالاكشن هنا برضو اوتوماتيك مايجريت كويس، وده برضو السيناريو التاني اللي بيكون في الافيلابيلتي سيت. النوع التالت هو البلاند مينتيننس، وهو بيستخدم بان انت تكون اصلا مخطط للكلام ده، وزي ما انت شايف كده ان انت يكون عندك ابديتس بتحصل على الايجور بلاتفورم، فانت من خلال الافيلابيلتي سيت دون بيكون انت بتنظم الموضوع وبتحرك اللودز اللي عندك بشكل منظم ومخطط ليه. احنا بنبلان ان احنا نمينيمايز للافكت او الامباكت للداون تايم، فبنعمل ايه المفروض؟ بنسيت اب للافيلابيلتي سيت، والافيلابيلتي سيت هو لوجيكال فيوتشر بتستخدم عشان تبقى متاكد ان في مجموعه من الفي امات ليهم علاقه ببعض ان هم ديبلويد ومفيش سنجل بوينت اوف فيليور موجوده في المجموعه من الفي امات دي، ان انت في نفس الوقت ان انت يكون تقدر تعمل ابجريد للفي امات بتاعتك من على الهوستات او من على الاوبريتنج سيستم جوه الداتا سنتر بتاعتك بشكل منظم. كمان انت في وجود السيناريو ده تقدر ان انت يعني تعمل الابديت الخاصه بيك وتعدل على الفي امات، بس بتبقى متاكد ان مش كل الكلام ده بيحصل على كل الفي امات في وقت واحد، يعني مش كل الفي امات اللي موجوده على الافيلابيلتي سيت دي في وقت واحد هيحصل عليها نفس الكلام في وقت واحد. احنا لما هنشرح الفكرة الافيلابيلتي سيت هتبتدي تستوعب انا بتكلم في ايه اكتر. الايجور بيخليك متأكد ان الفي امات بتاعتك محطوطة في افيلابيلتي سيت بتبقى ران على مالتيبل فيزيكال سيرفر وكمبيوتنج وراكس وستورج يونت ونتورك سويتشز، بحيث ان انت لو حصل اي هاردوير او ايجور سوفتوير فيليور ان انت هيكون فقط سبسيت من الفي امات بتاعتك هيحصل لها امباكت، لكن الابليكيشن بتاعتك هتظل مستمره ان هي افيلابل وان ما يحصلش داون تايم. السيت اب بتاع الافيلابيلتي سيت، الافيلابيلتي سيت هي اسينشال كابابيلتي لما انت تبقى عايز تبني كلاود سوليوشن قوي وان انت تخليه طول الوقت موجود بشكل فعال. انت بتعمل الافيلابيلتي سيت عشان الريدندنسي، ان انت تكونفيجر مالتيبل فيرتشوال ماشين جوه افيلابيلتي سيت، ان انت هتكونفيجر لكل ابلكيشن تير داخل سيبريتد افيلابيلتي سيت، ان انت بتكومبين للود بالانسر مع
الافيلابيلتي سيت ان انت بتستخدم مانجد ديسك ويز الفيرتشوال ماشين. وكنا اتكلمنا في الموضوع ده في المحاضره اللي فاتت ان انت ريكومندد تستخدم الديسكات تكون مانج مش اون مانج. وانت بتكرييت الافيلابيلتي سيت من خلال ايجور بورتال, كمان في الديزاستر ريكفري سيكشن, كمان ان انت ممكن تبيلد للافيلابيلتي سيت يوزنج للريسورس مانجر تمبلتس للسكريبتنج او بسكريبت يعني, او الاي بي اي الابديت والفولد دومين. الابديت دومين والفولد دومينز بتساعد الايجور مينتين او تقديم الهاي افيلابيلتي والفول تورنس لما انت بتيجي تعمل ديبلوينج او ابجريدنج للابلكيشن. كل فيرتشوال ماشين في الافيلابيلتي سيت بتبليس ان ابديت دومين وتو فولد دومينز. الابديت دومينز او الاختصار بتاعه اللي هو اليو دي اللي هو الابجريد دومين يعني, عباره عن مجموعه من النود بيحصل لها ابجريد مع بعض during اللي بعد البروسيس من السيرفيس ابجريد. والابديت دومين بتقلاو الايجر ان هو ينجز انكريمنتال اور رولينج ابجريد اكروس للديبلويمنت. كل ابديت دومين بيتكون من اسيت او مجموعه من الفيرتشوال ماشين ومجموعه من الفيزيكال هاردوير اللي تخليك يعني تستطيع ان انت تابديت وتريبوت في نفس الوقت during البلاننج مينتيننس. بالنسبه بقى للفولت دومينز اللي هي الاف دي, هي مجموعة برضو من النودز بتقدم الفيزيكال يونت او مجموعة من الهاردوير المشتركة وزي مثلا السويتشز, وبتشير لسنجل بوينت اوف فيليور. على سبيل المثال لو عندك سيرفر راك موجود معك في خدمة ومقدم لك الباور والنتوركينج والسويتشز والفي ام بتاعتك موجودة وبليس على ليست بين تو فولت دومينز. التو فولت دومينز بتميتيجيت ان يحصل هاردوير اوف فيليور هاردوير فيليورز او نتورك اوتجز او باور انترابشنز او سوفت وير ريفيو افيلابيلتي زون. هيحصل هنا مراجعه للافيلابيلتي زون. الافيلابيلتي زون هي اول هاي افيلابيلتي او نوع من الهاي افيلابيلتي بيقدم ليك حماية للأبليكيشن بتاعتك والديتا بتاعتك في يعني من ان انت الداتا سنتر بتاعتك يحصلها فيليورز. الكونسيدريشن هنا ان الافيلابيلتي زون يونيك فيزيكال لوكيشن جوه ايجور ريجون. زي ما انت شايف كده الافيلابيلتي زون الاولى والتانية والتالتة كل واحدة من دول المفروض موجودة في داتا سنتر مختلفة لكن في نفس المنطقة او الريجون الواحدة. كويس. طيب كل زون او كل يعني اتش زون بتميد اب لون اور مور داتا سنتر. كويس. مخصص ليها الباور والكولينج والنتوركينج, يعني كل واحدة من دول موجود فيها كل التفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها اللي تخص الداتا سنتر من باور وكولينج او وحدات تبريد يعني ونتوركينج. كويس. طيب من ضمن الكونسيدريشن ان انت تنشور للريزلنسي. كويس. بيقول لك ان مفروض يبقى في مينيمم 3 سيبريتد زون ان يعني موجودين انيبلد في الايجور ريجون عشان تحقق الافيلابيلتي سيت اللي احنا بنتكلم عنها. طيب الفيزيكال سيبريشن من الافيلابيلتي زون مع الريجون بيحمي الابليكيشن والديتا فروم من ايه بقى, من الداتا سنتر فيليورز. كويس. طيب ايه تاني في الكونسيدريشنز اللي موجوده عندنا؟ الزون ريدندنسي سيرفيس ريبليكيت للابليكيشن بتاعتك والديتا اكروس او خلال او من خلال الافيلابيلتي زون عشان تحمي ايه, تحميك من السنجل بوينت اوف فيليورز. مع الافيلابيلتي زون الايجور بيقدم لك 99.99 في امات اب تايم للاس ال اي او السيرفيس ليفل اجريمنت. كويس كده. كومبير ما بين الفيرتيكال والهورزنتال سكيلينج. طيب في العام يعني ان عندنا تو تايبس من السكيلينج, vertical scaling و horizontal scaling. طيب vertical scaling بيعتبر scale up.
كويس وسكيل داون كويس. طيب معناه ان انت بتنكريز او ديكريز للفيرشوال ماشين سايز او لورك لود كويس. طيب الفيرتيكال سكيلينج كويس اللي احنا لسه برضو بنتكلم عنه اللي بيعمل للفيرشوال ماشين مور سكيل اب او ليس سكيل داون خلاص. طيب الفيرتيكال سكيلينج احنا ممكن يبقى يوسفول امتى؟ لو عندنا سيرفيس بيلت او مبنيه على الفيرتشوال ماشين واندر يوتيلايزد، يعني على سبيل المثال في الويك اند عشان تريديوس للفيرتشوال ماشين سايز ان انت ممكن تعمل ريديوس مونثلي كوست كويس كده. طيب انكريز للفيرتشوال ماشين سايز ان انت تكوبي مع لارج ديماند وزود كرييتنج او ادينج لفيرتشوال ماشين كويس كده. طيب الهوريزونتال سكيلينج، الهوريزونتال سكيلينج انت بتسكيل اوت واخد بالك او تسكيل ان لما يكون عندك مجموعة من الفي امات كويس موجودين في ورك لود و جاست ان كيس ان انت عندك يعني احتياج ان انت تزيد الفي امات او الانستانس بتاعتك او تقللها حسب اللود اللي عليها. طيب الكونسيدريشن بقى بيقول لك الفيرتيكال سكيلين في الجنرال يعني بيبقى بناء على الافاليبيلتي بتاع اللارج هاردوير كويس، وهو يعتبر حل سريع ان انت تقبر للليمت تعمل ابر ليمت او ان انت تفيرتيكال سكيلينج يعني. طيب خلينا بقى نتكلم على الامبلمنت للسكيل سيت. الامبلمنت للسكيل سيت بيستخدم مع سيت لان انت يعني بتسيت لي للايجر كمبيوت ريسورس وانت بتكان يعني تستطيع ان انت تستخدمه او ان انت تديبلوي. طيب الامبلمنت للسكيل سيت زي ما انت شايف السكيل سيت بيديبلوي ل مجموعة من الفيمات المتماثلة او الانديتيكال كويس، وان انت مش مطلوب منه يكون موجود مسبقا او العدد الفيمات ده مش شرط يكون موجود اصلا، هو بيزيد او بيشتغل وقت ما يحصل احتياج لكده كويس. طيب ان يحصل يعني احتياج لكده يحصل ايه زيادة او ديماند يحصل طلب للزيادة دي يعني واخد بالك. البروسيس دي ممكن تتعمل مانوال وممكن تتعمل اوتوميتد كويس، وممكن يحصل دمج ما بين الاثنين يعني ما بين المانوال وما بين الاوتوميتد. كرييت للسكيل سيت زي ما انت شايف كده الانستنس كاونت موجود نمبر من الفيرشوال ماشين في سكيل سيت من صفر لحد 1000 من العدد يعني الانستنس سايز كل فيرشوال ماشين في سكيل سيت. الايجر سبوت انستنس يقول لك ليو بريوريتي للفي امات لوكيتد للمايكروسوفت ايجر كومبيوت كاباسيتي سبوز انستنس انيبل لمجموعه او العديد من التايبس والورك لود اللي هي بترن على ريديوس للكوست. بتستخدم مانجد ديسك، المانجد ديسك يعني مختفي اندرلاين للستورج اكاونت وبتوري لك بس الابستراكشن اوف ديسك، والانمانجد ديسك احنا قلنا اندرلاين للستورج اكاونت والفي اتش دي بلوبس. زي ما انت شايف كده النقاط المهمه الانستنت اكاونت والانستنت سايز والايجر سبوت انستنس و
use manage disk will enable scaling point 100th instance زي ما انت شايف كل الكلام ده على الاوبشنز اللي مستخدمة في عملية السكيل سيت. وبسرعة شديدة كده الانستنت كاونت ان انت عندك نمبرز من اول زيرو لغاية الالف اللي هو نمبر الفي مات بتاعت السكيل سيت. الانستنت سايز السايز لكل فيرشوال ماشين في سكيل سيت. هنا في الايجر سبورت انستنت unused capacity at a disconnected rate كويس بي use manage disk وبي enable the scaling bind ل 100 اللي ممكن توصل ل 100 instance كويس كده. طيب ال implement لل auto scale خلينا نكون فاكرين ال Azure virtual machine skill set ممكن automatically increase و decrease the number of VMs instance اللي هي run ل application. وده معناه ان انت ان انت تستطيع دايناميكلي ان انت تسكيل للتشنجد اللي بتحصل. خلينا نشوف ان زي ما انت شايف ان انت بديفاين الرولز اوتوماتيكلي ادجست الكاباسيتي سكيل اوت انكريز للنمبر اوف في ام بتسكيل ان او تريديوس للنمبر اوف في ام بتسكاجول للايفنت الايفنتس بتاعتك للانكريز والديكريز في فيكس تايم بتريديوس للمونيتورنج والاوبتمايز بيرفورم. الكونفيجر للاوتو سكيل انت لما بتيجي كرييت للسكيل سيت انت بتكنت او تستطيع ان انت تنيبل للاوتو سكيل ويجب عليك ان انت تديفاين للمينيمم او الماكسيمم والديفولت نمبر من الانستنس. وان انت لما يعني الاوتو سكيل رولز بتاعتك بتابلاي الانستنس ليميت بتاعك بيخليك يعني لازم تبقى تشور ان انت مش هتسكيل اوت بايند للماكسيمم نمبر اوف انستنس اور سكيل للبايند بتاع المينيمم اوف انستنس. زي ما انت شايف كده في الاوبشن ده انت مهم تكون يعني واثق من كل اللي انت بتعمله ست ده وشايف ان هو يتوافق مع اللودز المتوقعه للابلكيشن لودز اللي موجود عندك ببساطه شديده. فانت تبقى محدد المينيمم الماكسيمم اللي ما يخص السي بي يو النمبر اوف في امز الانكريز النمبر اوف في امز ان انت هتعملها ديكريز كل الكلام ده تبقى متاكد منه.